له في الحركات الأرضية. نلاحظ الانتقال من الهوائيات الخلفية إلى الهوائيات الأمامية بشكل انسيابي وشكل جميل. إذا اللاعب ديفر هو من مواليد عام 1980، وزنه 68 كيلوغرام، طوله 1.65 متر، من اللاعبين الذين يحتلون الترتيب الخامس على مستوى بلاده، وهو احتل المركز الأول على طاولة القفز في عام 2000 في سيدني، نال أنذاك 9.712، وفي بطولة العالم في الصين عام 99 نال المركز الثاني في الحركات الأرضية ونال درجة 9.750 آنذاك. في بطولة العالم عام 2001 كان الأول في الحركات الأرضية في باريس، والمركز الثاني في بطولة لايبزيغ عام 2000. إذا ما زلنا مع اللاعب ديفر وحركاته الأرضية. طبعا نلاحظ النظافة في الأداء والارتقاء الجيد، خطأ بسيط.